صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله تكرارها ما أحلاه ما أبهاه ما أعلاه تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله ذكرها لا يشقى لا ينال فرقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله هي حصنك الحصين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله بها تمحى السيئات بها تنمو الحسنات بها تنهل الخيرات لا إله إلا الله فيها للسقم دواء فيها للضعف قوة هي كلمة التقوى لا إله إلا الله هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله هي النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي ألاما لا إله إلا الله هي شفاء العلال فيها إصلاح الخلال فاذكر لا تخشى الملال لا إله إلا الله لازمها يا إخوان نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لازمها بالأصحاب والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله نوروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله هي الرحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى أعلى الأذكار أجرا لا إله إلا الله لا تغفل عنها
رسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسل الإله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله.